بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ حفظكم الله، في بعض الشركات يعمل الموظف لمدة 12 ساعة مثلا، من الساعة 6 مساء إلى 6 صباحا، فيخرج وهو متعب فينام فيقول لا أستطيع الاستيقاظ والصلاة جماعة في المسجد مع الجماعة، فهل يجوز لي تأخير صلاة الظهر مع العصر؟ وإن كان لا فكيف يجاب على استفسارهم من أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع من غير عذر ولا خطأ؟ نعم. الله خير. أما إذا خرج الإنسان متعبا كما قلت وكان لا يستطيع أن يبقى مستيقظا إلى العصر، فلا بأس أن يجمع العصر إلى الظهر وينام. وأما قولهم إن الرسول جمع من غير عذر فهذا ليس بصحيح. ما جمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا لعذر. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه جمع، أي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر، بيّن ابن عباس رضي الله عنهما سبب ذلك. حين سئل ما أراد إلى ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته، فدل هذا على أن الجمع إنما يجوز عند المشقة فقط. وما ذكرت من حال هذا الرجل مشقة لا شك، فله أن يجمع تقديما أو تأخيرا.